ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم على برج الميزان. مين الشخص اللي لو قابلك هتلاقي نفسك انك بتعشقه؟ مين الشخص اللي لو عمل معاك بعض الخطوات او طريقه معينه توصل لمرحله اللي هو انا بحبك بحبك وبعشقك بعشقك وحاجات كتير جدا. برج الميزان عشان تعرف، او الناس اللي هي عايزه ترتبط ببرج الميزان عايز ان هو يخليه يعشقك بجد، وعايز تعرف ايه الخطوات اللي تخليه انه يدمنك، يبقى مدمن كتير ليك ويبقى شايفك انك حاجه كبيره ومتميزه في حياته، اعمل الخطوات دي. مبدئيا حب برج الميزان ايه؟ حب برج الميزان، قول كده انا بحب برج الميزان، هتلاقي انه بيحبك. دي اول حاجه، يعني حاجه بس دي اول الحاجات، لان على فكره برج الميزان بيحب كتير، هم ناس بيحبوا برجهم قوي، يعني برج الميزان يبقى فخور كتير انا برج الميزان. فانت هتحب برج الميزان اول الحاجات كده اللي تخليني ممكن لا ابص لك واشد معاك كلام. فدي اول حاجه. الحاجه بقى اللي فعلا مهمه كتير عشان ان انت تسحب برج الميزان وتخليه ان هو يكون مدمنك، انك تفاجئه. تفاجئه بالايجابيه طبعا، مش بخ، لا تفاجئه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت تبقى مثلا ممكن تكون بتكلمه وانت مثلا بعيد مسافر مش عارف ايه، وحاول ان انت تعمل له مفاجاه انك موجود قدامه في لحظه. حاول دايما ان انت تعمل له مفاجاه بهديه. على فكره هو بيحب الهدايا قوي وبيعشق الهدايا قوي، بس مش معناه ان هو مادي، هو بيحب الهدايا اللي ليها علاقه بشيء تقدير، مش هديه بكام وشيء بكام، ومش كده. فكره التقدير، فكره بيفرح قوي. انا من النوع اللي لما بلاقي، عارفين لا ما تفهموش بيحصل ايه، بس احنا كلنا كده على فكره. برج الميزان، فبرج الميزان بيحبوا يهادوا ويتهادوا، فدي شخصيتهم جدا. فعليك ان انت تهاديهم وتفاجئهم، تفاجئهم بخبر حلو، تفاجئهم اللي هو انا واقف تحت البيت عامل لك زيطه وزيت، فلو عملت كده هتحبك قوي، ولو ايه ده بجد، او يحبك قوي يعني. بس ما فيش واحده تروح لواحد تحت البيت يعني، بس بيحبوا المفاجآت بجميع اشكالها وبجميع انواعها. بيحبوا كتير اول ما يصحوا الصبح كده يلاقوا نوع من انواع الاهتمام، مش لا اصحى عشان انت اتاخرت وهنتقابل، لا صباح الخير يا حب، حبيت ان انا اول عارفين الكلام اللذيذ، خليك لذيذ في الكلام معاه. برج الميزان يحبك قوي لما تتكلم، ممكن تبقى انت بتضحك عليه بالكلام بس داخل دماغه عشان الكلام عاجبني. انا عارفه انك بتضحك عليا بالكلام بس داخل دماغي مبسوطه كتير يا بنتي، بيضحك مبسوطه كتير. فبرج الميزان بيضحك عليهم بالكلام، طبعا ضحك اللي هو ليه علاقه بالمظاهر، لكن هو من جواه بيبقى عارف لو بيضحك عليه فبيبقى عارف ان انا بتضحك عليا يعني، بس احنا غلابه شويه برضو. فبرج الميزان تفاجئه، تكلمه حلو، تبقى لذيذ قوي، تغازل اكتر، ان انت تهتم قوي بيه. طب لا انت ما ينفعش كده، لا. وفكره ان انت برضو تخلي بالك ما تبقاش انتقادي، يعني مش اللي هو مثلا ان انت مثلا تعبان صحيا فيقول لك انت تعبان عشان انت ما بتاكلش وعشان مش عارف وعشان انت شخص مهمل. فانا على فكره انت مش معناه كده خايف عليه، ومش معناه كده ان انت بتبين له ان انا خايف، لا ده هيكرهك. برج الميزان يحب ايه؟ برج الميزان يدمنك قوي لما يلاقيك ان هو مثلا برج الميزان تعبان او مش عارفه بيمر بمشكله، فيلاقيه ان هو يقول لك بص هو المفروض ان انت تعمل كذا بس ما تزعلنيش عليك، لا لازم تاكل عشان خاطري. بيحبوا الكلام ده، مع ان هم برج ما لهمش في الكلام اللي هو كده ده، لا لا هم جديين جدا وبيحبوا بيحبوا الهزار اللي هو كانهم مسترجلين حتى البنات يعني، لكن الراجل بقى هيبقى راجل في كلامه، لكن البنات تحسها مسترجله برج الميزان. بس بيحبوا الكلام ده برضو، لو انت ما تبقاش تنتقدني يعني، ما بقاش انا شايل طين وانت بتيجي تطينها اكتر، لا خليك لذيذ في الكلام بدل ما اقلب عليك. فده برج الميزان، فهم عندهم حته كلمني بشكل شياكه، كلمني حلوه، اتعامل معايا باسلوب حنين، كلمني غزلني، لا فاجئني بالكلام، فاجئني بانك تكون موجود، فاجئني بهديه، فاجئني بخبر حلو قوي، فاجئني بتحديد موعد لخطوبتنا او جوازنا، والله احبك جدا. فعارفين اللي هو الجو ده، فبرج الميزان يحب الاجواء دي كتير. تعال اما اقول لك حاجه برضو مهمه، ما هو انت ما تعملش الحاجات دي وتهمل في نفسك، اوعى، دي اهم النقاط. يعني ايه؟ اصل برج الميزان من النوع اللي بيحب يبص للشكل قوي. يعني ايه برضه؟ يعني مهما كنت حنين او لازم تبص لشكلك وهيئتك ومظهرك عشان هو يبص للحاجات الداخليه. المفروض النقطه دي كنت اقولها من اول حاجه. معنى كده ان برج الميزان بيحب المظاهر، او شخص بياخد بالمظاهر.
يعني هو شخص على فكره بيحب في التعامل العادي والاصدقاء والحياه بيبص للجوهر، ملوش دعوه بالشكل، لا استفاد ايه بالشكل، لكن لما يكون شخص هو هيرتبط بيه بيبص كتير للشكل. عشان كده هو شخص دايما برج الميزان بيحب يبص لشكله ومظهره وتعامله، فدايما يبص للشكل اللي قدامه، بيحب الشخص اللي هو يعني مش اللي هو شياكه افوره وستايل افوره والمش عارفه ايه، لا مش كده، هو بيحب الشخص الشيك، الشياكه اللي تعجبني كشخصيه الميزان، شياكه البساطه، بيحب الشياكه اللي واخده شكل البساطه جدا، بيحبوا كتير انك تكون شخص نظيف، يعني ما يحبوش انك تكون ملزق او انك تكوني ريحتك مش حلوه او ان ريحتك مش حلوه، انا صريحه جدا، فاللي هو يعني اهتموا بريحتكم، اهتموا بالعطور بتاعتكم، اهتموا بالالوان، بالشياكه، مش بالافوره. وعلى فكره برج الميزان الراجل بيحب الواحده واحده، يعني ايه؟ يعني يحب الواحده الشيك البنوته، مش اللي هو مثلا ايه يا شبح، لا مش هيحب كده، لكن مرأة الاسد بتحب الراجل ايه يا شبح، مش بتحب الراجل إيه، لا بتحبه ايه، فاهمين؟ فبتحبه الخشن من الاخر، بتحبه اللي هو ممكن يبقى شكله كيوت بس مسترجل او ليه شخصيه، يعني شخص مش شخصيته متبهدله، لا شخص كده ليه كيان ووقور وليه يعني سيطره كده حلوه، ليه جو لذيذ كده، يعني يبقى تحس ان بنت الميزان بتحب كتير لما تتعامل مع واحد يبقى بتتعامل مع راجل كويس كده، راجل حلو، يعني مش اللي هو لا كده. يعني برج الميزان فاهم، انا اتمنى اللي عايزين يقربوا من شخصيات الميزان يبقوا فاهمين احنا برضو بنقول ايه. يعني طيب بالنسبه برضو لحاجه تانية اقول لكم عليها، هي حاجه بنت لذينه شويه، برج الميزان بيحب كتير الشخص المؤمن الفرفوش، عارف فكره كده اللي هو الشخص اللي هو نص كم شويه، يعني يبقى فاهم كويس قوي حدود حياته وفاهم كويس دينه ومؤمن كتير وبيحب ربنا قوي ولذيذ كده وقوي، ومش اللي هو مقضيها، لا عنده حدود في حياته كده ومؤمن كده وعاقل كده ورزين والكلام ده كله، بس ده ما يخلكش انك تقفش، ما بيحبوش الأفوشين، لا بيحبوا الشخصيات المرحة، يعني اللي هو خليك كده ايه لذيذ، يعني اللي هو عقلها كده وتوكل، اللي هو ما تبقاش متزمت في حاجة وفي نفس الوقت ما تبقاش خاربها، لا خليك في الوسطانية كده. فبرج الميزان بيحبوا قوي الشخصيات دي، ليه؟ لان هم ما بيحبوش حد يقفش عليهم وحد يبقى روح تعالى لا ازاي فين ما ينفعش ينفع الكلام ده كله، ما بيحبوش كده، بيحبوا الحياة الوسطية اللي فيها نوع من انواع الخد وهات في الكلام، الحياة اللي فيها نكون شبه بعض، بيحبوا الحاجات اللي زي كده. حتى كمان من شخصيات الميزان اللي ممكن يكونوا مثلا قويين او شداد في امر ما، بيحبوا الشخصية اللي زيهم برضه، فحاول دايما تعرف الشخصية اللي قدامك ايه. بس المعظم من برج الميزان بيحب الشخصيات اللي هي تبقى عارفه حدودها ايه وفي نفس الوقت بيضحكوا فرفوشين وحياتهم لذيذه ولطيفه وجميله، فده برضو برج الميزان، لو ما تقفشهاش قوي او ما تشلنيش اكتر، فده برج الميزان. برج الميزان برضو بيحبوا بيحبوا قوي الحنيه اللي في العيون. طب تعالى ما اقول لك ازاي، عارف اصل برج الميزان بيخلي باله كتير قوي من العين، من نظرتك، بيشوف قوي كلام معبي جواك في عيونك، وبيحب كتير انك ما تتكلمش ولا كلمه قد ما تتكلم بعينك، يعرف كويس قوي ايه اللي انت مخبيه جواك من عينك، نظره مثلا انك مبهور ببرج الميزان، النظره الحلوه دي اللي فيها لمعه بتخطفك كده، فتحس اللي هو يا ابن الذين بتبص لي في عينيا، فعارفين الجو ده. فبرج الميزان بيحب ده كتير. بحب كمان الشخصيه اللي هو لما يبقى برج الميزان زعلان او متضايق ففي حد يبقى بيبص له ويعمل له كده، فبيحس برضو ان انت اللي هو انت بتخطفني، انت حنين قوي، اللي هو عارفين. فبرج الميزان برضو بيحب ده كتير جدا، بيحب الشخص اللي يحس بمشاعره او يحس بالمشاعر تجاهه من عينيه، يعني انا احس ان فلان بيحبني من عينيه، احس ان فلان خايف عليا من عينيه، احس ان فلان مبهور بيا من عينيه، فبيحبوا ده كتير. زي بالظبط لو برج الميزان لو هو بيتكرم في مكان او بيتكرم في حاجه او بيناقش حاجه، فتلاقيه دايما ان هو عينه على الاشخاص اللي دايما بيبصوا له النظره اللي فيها انبهار، فيها قوه، لانه بيحس بمصدر قوه بتجيله بشكل قوي جدا، فدايما تلاقيه هو بيتكلم وهو بيناقش حاجه او بيعمل حاجه دايما باصص للشخص اللي هو بيحبه، او الشخص اللي عينه بتقول كلام كتير قوي قوي من حته الانبهار والسعاده والابتسامه اللذيذه دي، بياخدوا مصدر قوتهم من الناس دي جدا.
جدا برج الميزان عندهم، فعشان كده بيعشقوا قوي الشخصيات اللي زي كده، هيبقى مدمنك قوي لما يلاقيك ان انت بتتعامل معاه بالمبدا ده، يعني بقى شياكه واناقه، وان انت عينك بتتكلم بحب ولذاذه وداعمه كتير ليه، ان انت تكون شخص بتقف جنبه وبتسنده وبتساعده وبتقول له قرارات وخايف عليه، انك شخص مش انتقادي، لا بالعكس انت حنين كتير معاه في الكلام، بتغازله جدا، لطيف في المعامله، لذيذ كتير، اللي هو ايه يا حب والجمال في الشياكه والاناقه بالكلام والحلاوه اللذاذه دي كلها، انك تكون شخص ليك شخصيه، انك تكون شخص عارف ايه، يعني المراه عارفه انك مراه، الرجل انت عارف انك رجل، فاللي هو ما بلاش ان احنا بنميل على اطراف متداخله كده، فمش هيحبوا ده جدا. كمان عندهم حاجه تانية مهمه كتير، ان هم بيحبوا قوي الشخص اللي هو مش متواكل، لا بيحبوا الشخص اللي بيسعى وبيجتهد وبيحاول ينجح وبيحاول انه يسبق الوقت وبيحاول ان هو يستغل عمره ووقته، بيحبوا الشخص اللي بيشتغل، بيحبوا الشخص الناجح المتطور اللي بيبقى عايز يوصل، اللي عنده هدف، اللي بيحاول ان هو يعلي من قيمته ومن ذاته، فبيحبوا كتير الشخصيات المكافحه، بيحبوا الشخصيات اللي بتوصل، بيحبوا الشخصيات اللي هي عندها عزيمه، اراده، قوه، نجاح حلو، مش متواكلين على حد، فبيحبوا قوي الشخصيات اللي زي كده. دي حاجات بسيطه قوي قوي من الشخصيه اللي برج الميزان يدمنها ويحبها ويعشقها، بس اهم حاجه المفاجآت. فاجئوا برج الميزان وحبوهم وابقوا مسافرين كده ولا في مكان وقولوا لهم لا لا مش هعرف اجي وي وي وي، ووقفوا قدامهم مره واحده، يعني عارفين وقتها اللي هو يعني مش عارفه ممكن اقول لكم ممكن يعملوا ايه، ممكن يبهدلوا الدنيا، بس هيبقى فرحه وانبساط، هدوهم هدايا حلوه، الحاجات اللذيذه دي كلها بتجيب مع برج الميزان جدا. لا احنا نبقى نعمل فيديو تاني، انا الوقت ما اعرفش، باجي اتكلم على برج الميزان ببقى حاسه ان انا هاخد وقتي ووقت الناس كلها. اشكركم جدا جدا، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.